أكد سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصة دوما على تطوير جودة الخدمات الحكومية ومواصلة رفع كفاءة الخدمة الحكومية وتسهيلها أمام المواطنين والمقيمين بما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول مبادرات تطوير الخدمات الحكومية والذي عقده سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد نبراس محمد علي طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وذكر سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن الحكومة تولي كافة المقترحات والشكاوى أهمية بالغة بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع، حيث أن العمل متواصل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. من جانبه تطرق سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى ما تم إنجازه في مبادرات تطوير الخدمات الحكومية الأربع، حيث ذكر أنه تم في المبادرة الأولى المتعلقة بتوثيق ونشر إجراءات الخدمات الحكومية الانتهاء من توثيق ونشر جميع الخدمات الحكومية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بحيث تكون واضحة وشاملة لخطوات وقنوات التقديم، إضافة إلى وضع اتفاقية لمستوى الخدمة يتم خلالها تحديد الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة الحكومية والتزام جميع الجهات الحكومية بالوقت المحدد والمنشور، حيث تم في هذا الصدد تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرار ورصد جميع الخدمات. نحو تحول إلكتروني شامل وتطور تقني مميز، أطلق المؤتمر الصحفي أربع مبادرات لتطوير الخدمات الحكومية تهدف جميعها إلى تعزيز العمل بما يسهل استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات الحكومية التي تم توثيقها وبلغت قرابة 3300 خدمة، حيث تطمح هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات المساندة لها إلى رفع جودتها ومراقبة آليات التنفيذ والأداء ومعالجة مواطن القصور بما يحقق رضا متلقي الخدمة. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه بتطوير ومتابعة ورفع كفاءة جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام. الفريق الحكومي اللجنة التي تم تشكيلها بناء وتنفيذا لقرار مجراء الموقر بتطوير مستوى جودة الخدمات الحكومية، عملت هذه اللجنة في فترة منصرمة على حصر الخدمات الحكومية وتوثيقها ونشرها ووضع مستويات تقديم الخدمة وخطة تحويلها لخدمات إلكترونية. هذه الجهة طبعا إن شاء الله في بداية يناير ستكون جميع الخدمات الحكومية، الأسبوع الأول من يناير ستكون جميع الخدمات الحكومية منشورة على الموقع الإلكتروني. هذا طبعا يعزز الشفافية، يسهل الإجراءات، يسهل وصول الخدمة للمواطنين وجميع المشتركين. أطلعنا السادة الحضور اليوم على ما تم بهذا الخصوص، وعلى الأخص إعادة هندسة بعض الإجراءات والخدمات الحكومية التي كان الأكثر استخداما والأكثر تلقيا للشركة شكاوي تم التركيز عليها ما سيتم تنفيذها من إعادة تنفيذ الإجراءات وتحويلها لخدمات إلكترونية. عمل دؤوب ونسب إنجاز وأرقام تؤكد النهج الوطني الهادف إلى تطوير وتعزيز العمل الحكومي والاستفادة المثلى من التقدم التقني الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف الخدمات والجهات الحكومية، تأسيسا لعمل حكومي أكثر مرونة وتطور بما يواكب متغيرات العصر ويلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة وفق مبادرات واعدة وأهداف يتم إنجازها بوقت قياسي جداً. طبعاً الحكومة الموقرة مهتمة جداً في عملية تطوير الخدمات الحكومية، لذلك اللجنة هذه عملت على أربع مبادرات. المبادرة الأولى توثيق ونشر المتطلبات الخدمة الحكومية، سواء كان متطلبات وثائق تكون واضحة ومستوى الخدمة. على سبيل المثال كان نص الخدمات الحكومية موثقة قبل لتشتغل اللجنة في سبتمبر، خلال الأربع شهور المضت وصلت إلى 100%. عندنا ربع هذه الخدمات كانت مترجمة باللغة الإنجليزية، اليوم
اليوم عندنا ثلثين وإن شاء الله خلال أسبوع راح نستكمل البقية. المحور الثاني طبعا متعلق بالمتسوقين السريين، في فريق من المختصين راح راجع 14 جهة حكومية، 100 خدمة الأكثر تلقي للشكاوي والأكثر استخدام عند الحكومة، وبالتالي يطلع تقرير يقومون بإنجاز الخدمة من خلال موقع البوابة، منصات خدمة ذاتية، مركز الاتصال، أيضا موقع تقديم الخدمة الحكومية، ويقدمون تقرير. مثل ما ذكر عندنا 1294 خدمة تم توثيقها. هاي الخدمات احنا مستمرين في عملية مراجعتها، إعادة هندسة الإجراءاتها. طبعا المحور الثالث هو إعادة هندسة الإجراءات، في عدد من الخدمات تم إعادة هندسة إجراءاتها، يجري الآن العمل على تطويرها، بعضها طبعا تم الانتهاء منه. والمحور الثالث هو تقييم الموظف نفسه، أن تكون في آلية واضحة لتقييم الموظف في طريقة تقديمه للخدمات. مطلع عام 2022 موعد لتغيير جذري في منظومة العمل الحكومي الإلكترونية، تحول كبير وتقنين وتسريع وربط بين العديد من الخدمات والجهات الخدماتية، تختصر الوقت والجهد وتركز على تجويد وتطوير الخدمة لتكون سهلة الوصول، سريعة التنفيذ، تلبي حاجة ورغبة المستفيد منها.